هيأدي دنيا سردوك سراخيل بانقرن كانوا كتب عيسو دوسنا دوت أو دلك جوي أو قاتول يم مليون مشاعر ما ذرك تكون القادني ماذا حوينا قرك عيب كتاي إنما ذي دلك كانوا كتب عي يجو جوجا إنه نمتي بدك كي مدي هيأدي دش على كيرو سدو كان أقول له كار وأنا نمو لبحنا يقول قلي هي, هي أنت نيد بدك كي مدي لك كيرو ولي عيد قلن أو ولي تاريخ السومال لقلن أيا وحلو بهدلي إنما ذي نيو دك وحكو برت وظلمي وي وي إذا كلفتي إنه إن أسكون قطارا مرك الله يديك يا رقفا تاريخ ذكو جريم بمادرك تهيئة ذكو جريم مرك الله يديك يا رو تاينا أتسكي هو جالس تانوت إسكت سعطان ما هنا دبتي رد ماتي دبت دقبع أو واحد كتر هذا خوب مريك كسر دو في سي إيه بخارد إلى لي تراكو شقيا استوركي مربع نوع من يا تكسيل نوع من يا مرك أسوأ نجى نقص مسنا ولا ده كان يديك أمسن سيدون نوع أمسن ما نجى هامي من ملك القبرنا وردانو قصير فلومي أنا بلا عمل ولا حركة كل هرجيسة أنا كنت جوجي أنا تدوب سنة دوت جوجي بارلما حمر بحركة شعور ما حمر تجي ما يوم كورة دمر يعروي يدك شعبان إلى يعني هو هذا وكيل بمن هنا مركان مركان سمعت تقول يا مدي هذا هو سمع لا بعض شقيسة ما هذا ما نقف كان حلب هيننا وحوي بل كان سمع لا لا يراه وحقد الشيء اللي بتوين يوم ما دركت أي عبرين حقوق الدات كل الدوتسيو دات كل إسكال لايو أيو خدش سيدا درتيد أررت الدستور كين وحلو قري وح كستو كسهور شيء ده ما دركت أي دعدوه يكمل ما هندب بدل كين كدا دروفيو خدشنا أي كم دايا سيدا قفل إسكال ديلو قفل إسكال حلو قفل إسكال دعو قفل الدرمة ميت كرسي كود دجا oo dalkaan ah haysan yahay dhahda inaan bulshadu cadaalad helin inaan karsoor madax banaan la helin in waaxda fulinto kaliya ta jirto waxa soo duruufa ayuu dalkeenu ka dhashay sida darteed baa dastuurkeena ararta looga dhigo halka ugu horeysa lagu qoray dalka duwan dalkii dumay ayaan dhisanina walaalayaal xarigu ودك قارنا نسقام بكوية دك قارنا الكوكران ولكن محمد عبد الشيخ وحلاه هنيد حمان هعلو الحمان وحلا امتحاما قفك ونكسن وذوك تاي النبي يوسف عليه السلام والله حبيس دم بيانو قلي بالو حبيس دم بيانو قلي أجا لو حبيس وحذوك تاي لما هو ضيو دل كينا سامي كله نلشو ده وحي سبدل كسمي حرق الحرق ilaa uu naxariis labadoodu boo inaga hooseeyaan mid wuxuu ah maxamed ibraahim warsame hadraawi midna wuxuu ah maxamed jiraaqigaan markay ka waramay dhacdooyinka halka kulo kulmeen iyo isbeddelka nololeed ee ku dhacay xabsi dhexdiibu ayuu ayaa yakeen oo dad dulbiyo nin iska xiray laakiin maanta anoo og anoo dadka in badan la xiray baanahay 2020 kii halka ku xidhaalay muddo 20 ilaa 22 maalmood xabsiga halkan dadka lagu xirayo بوك مركا أرك قرال كهدريا وكان لي يا مهدري أنا قال ما خذرته مليون تايمز وحكون أكسنا كاد دولة دي بالتري قاعد بكون أكسن صوتها قل صدح متري الله متر سكوير على جحر يا صد تبقف يلا بيا تبقف إن تكتم هي القارب كوني ويا حاكم سمي دك تقوي كوني عيب دي تعايا عي قال كوت نقول ما بت أنا قدو تكني عالك محمد سياد بري ودتك كحر يا دراوي وكدو الحر يا قل qof kaligii oo leed leh oo diyaag dhaqay oo banaanka maraya lagu xiray qofku marka meesha ay kaas lagu xiro uu fikiraa fursad uu helaa noloshiisa wax ka bedela imika laakiin waxaad ku qasbantay marka saldhiga dhaxaar geysa lagu xiro ama kuwa la midka lagu xiro ee 12 qof ama 13 qof 2 meter square leed ku galiyo oxygen barka kugu yarato waxaad ku qasbantay si aad bal xabsiga u tagto si aad u nafisto inaad dambiga iska qirato oo tiraa wax aanaba waxaanu dhanba galeba si lagu geeyo حالتا عين كاسة بعد قفك لو حرا يا وحك على يو قلنا يا كدي بيا أو قفك حماين يا أو عقدت كبير يا حال لو حرا دول مال لو حرا مال مناسب مال لو حرا لو محرم محمد هو نيكه مناسب الله امتحانه نيكه مناسب أيام امتحانه خم به إن عاوة كهذا شو ورانيه جيو نيك عانيه جي حبيسي كيبات الكو حق بدن صاحبات كوه dhalinyarada halkaa joogta odaygooga hormuudkooga badintooda badan tahay inay isu gireed baahdeen in istuusha kaada abuurtayna waa loog yahay nin basaasnimo iyo been iyo dad uu shaqeeyona
لكن وعلم تهم سيدي النبي النبي يوسف ده قبل ده بقر كوي تري ده وكم صدق تري وبلم تهم وظلمي ظلمي قاسي أنا قرب كأنا هاي ونوك سهور تيني ونوك حن هاي إن شاء الله تعالى أنا دل عاد يدرج بتك قاضي ساي قلبي جاكيني هذا حاجاتي وحنات كنت تلقى شاء إن إسكيلين يو ما دركت إن الاستفاعه وهم من كعين كاس الإسكيلين يو ولا لي الحرية دي حقوقاتك لا يسمسيه ولا دفاع دستور كنا يوضع ياشي قرية رجي هرا قرية سفي عبه قرين حرية في عني حقوق في عبه قرين لكن هذا عصر والبعيد دفاع ده شرين أو إلى على سوق تقال تاي نك كرسي هاي عاد هو كدل مية بيكوس حقوق كدل مية إنه حقوق دنا يستون دنيس الشيكين وحقوق كدل مية إن أنا ما درك تاي خلط كأوسمين أي حمان توفلا ين أنا الشيكين أيو ما درك تاي وسمين يا سيدا درك تاي وين يجيبتو إن حق الدفاع يسوى مركز تا أتهاجن هذيك له تهواب اللي نروق بدي قرية إلهي ودري ما درك تي ما لك ودري صورة بو سو لابي مركزه ما يكونين عبيدة وفرنيا يا كجرا وعوري سكة كسب بلا وايو مو نقول مسلح بو صالح بو هاي لكن مسلح ما إنه ده تكلموا هذين حماتري سميني كمور تجيبولي وحمات هدل كينا صدني يا صدح سندود تبديد عينك وحس على المخادعتو دمانتي وحلي نوب بهيه إنما ذا وربعينتها إن يهبلا وربعينتها إنه قام يسكبسنه أنا رأي حما أنا قبها هذا الكلام يراه ذا وربعينته وده إن جدل كي إنه واحد سامبل هان لوجا قاطور دل كي إنه لسان إنه وانو عمر كليري مريكة إنه قادر نفرش كمريكة مريكة كهل تي فيور حد هذه مشو وادوكتي قار ريبابليكا كلا سودان قار ديمقراط كلا سودان وربعينته مركاو استفاع كرتايو قل قلادة محافظ كلا توكتي دل لش قيسح بقاكو عراني حق بقولين إن ده سياسة ده بقاكو دفاع أي ما درك تي وربعينتي سدعي قرآن أو بوريا أو كرو قادن كوا كلنا حد بقوليهم أرما شعب جاه حقوقها هي واجبات كسارنا وربعينتو نحبه كمان قطع ويدفع له وح شعب كوكو صابسن وح بيزنس كوكو صابسن وح سفليان كوكو صابسن تاسواتها لكن سو مال لا وح كوسعتها مال حلبان كي وكل دورتين لو قط لك جلي حسارة دلوسي إنه واجب جاه قطع إنه كده أنت واجب كي مركب وربعينتي كوكو صمانية أنا وأنا دينو جاي حفيسنا الدولة دورنا والله ذيك حرة بدأ توي يبغى كم صدوب كرتان عجلات بالله يدين كنا وسير كم صدوب كرتان إن استوش شنده ما درك تي شركة ده وهو كم صدوب كرتان بارلمان كا معلوم البم محمد أيبا تكلم أو كورة والله هنا لك سري معلوم البو عنو سيسنا ما ملك قلنا عنو سيسنا وكسر على لي كمرين ترى دوبنا عنو عن أوتر شرنا عنو درنا دبي دليلي ويوجي إنما داروتي قلنا إيمان كمابل كلاك ربيع كمرة دلك ربيع سيا راسك كتبايا حقوقية واجبات دستورية وهذه كلها دي بدفاع يا هذه هدية ما أنا في السينيو إذا كانوا على ذكر ربا إن الدفاع ده إن دتك كلا شان ديسانو نيكا وما تصفي عن وش قاينا ينا أدور كيس هجاي ساك كلا نده هوت سكر تاني لأن دكوا بعود بلدين أو من نما قرطانو من ديسناتانو أد وح كلا وات كلا دوانا كرتان ورك كلا بابا ورك صورة جسنا كلا بابا كلا ورك وح سو وح وصح عديو دو ولا كلي يمشي دي حق بادو لدين لكن حقوق هي واجبات كنا إياك الشعب كا وربعين تكا ود بدن عد والبكا ود بدن سيدا درت يد ولا على يلو حنا دلها وحنا دلها هاي يا اللي دين عبسي جلين دل كين نو هينو في لي هاي نيك استوت دول مسكوت ده يعني إسقاط تيجي تونا وتجيها تاسواتها بينا إمك سخرني قفك ولا حري مرة لا مرة كلا حرو هو حيا بينو قصب بقى لورانا يا ور أنجلو بينا لشيء يا ولورانا يا دبدي لف بوها ماي بوها تاسي ويبك صور دافتي بقى دي قفكي يلا بديو دل كدني سومال لام بالي هاي ددن ديجا مدن شخصيات دن أنا واحد وعدي وسومال لان وانا كده ورجع كتوا بين مد انت وري ودي يا كوري ودانو سافلومي أنا بلا عمل ولا حركة كل هرجيسة أنا كنت جوجي تدوس أنا دوت جوجي بارلمان حمر بحرقيت سعودي ما حمر تجي ما يوم كورة دمر يعرور يضد شعبا إلى ليانيو أو هذا وكيل بمن هنا بركان مركز سومال تقول يا مدي عدو سومال لا بعضو شقيسة ما هذا ما نقف كان حل بيننا ولا ريال إيش كدومني بكرة بحينا وحينو كرة بحينا إلى إنه حقيقة تابسينه أو ورباهين تطبع جلسة ما يسوي مسؤولية تخص ما يسوي إيه مسوي محمد أي محول عقب مسوي مواصفه محول قاتم دول كلا بواي إنه ورباهين توي دبكة شو هذا كله إذا أنا سيد إيسا وارد أصوت وبتان أنا كنا صوت أنا كبيتك صوت كنا دوري عقدة محمد أبي بحقي شو أنا كنا لقوا قرط إن ولا ليال
نكن تليا سودان خلاك دي أنا كت مدوس ديت بلوتو كورون تون لقبي دي بو سوق رأي وتري تريس أنا كي يو حلو أنا كلا أحمد خليف يو كجيران يو سوق رأي مريكن بوجوجي مريكن أيو جوجي أت بنا كفر حسن هينا بالمية دوي تقول مرك عروتين اللي محمد عبد اللي بيت كيس وحي بنتي وقبي يو 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 أول كشة خين ترينا أتصوف أصحابن أدي أت بنا ديك كم هن قيا نكاسي هي أدي دنيا سرطانك سراكيل بقرن كانوا كتب عيسو نص نضد أو بدل كجوي أو قاتول يمل مليون بشهر ما ذكرت كتب القادني ماذا حوينا قرك عيب كتاي إنما ذي دل كانوا كتب عي يقو توجا إنه نمتي بدك كي مدي هي ده دش على كيرو سدو كان أقول له كرا وأتانا نمو لبحنا يقول قلي هي أنت نيد بدك كي مدي لك كيرو ولي عيد قل أو ولي تاريخ السومال لقل أيا وحلو بهدلي إنما ذي نيو ودك وحكو برت وظلمي وي وي وظلمي دم ما وحلي شايفين هجاني ذا مهم كي هي دنا تقول بتشوف لو ده ديبوش هي تقص سيدا درتين ما دام فشل إسكاي لانه واحد ربعنا فشل ككذا دمطان هم الباعة دوك سومال لانه يو and دل كم هذا ركته والله صار ده تيو كيا ود بشبرة سوقي مكترني يا ود بشبرة سال مريكة بوكي مدي دل كم مريكة بوكي مدي حقوقها هي واجباتك يسألوا فلي حرية دوك جارسيسة تاي سومالي دوني دليهين حتى هم ما ترتو كقول مريكة كي مدي واحد دينه نولي ما دو ديمقراطية inu nolay maado xuquuqda dadka loo dhowro inu nolay maado sharci go la ilaaliyo ki mareekay inta sadex sanoad ku noolaa bandow cas marka meena noqonin in kastu doofar dabaal iyo biyo galo abidki ba daahir minay oo noo tirsadaad qabyaalad yar iyo beel la sheegiyo aad sheegis waxa ku wari waraniga moobladaydu waa kuwa halkaas waxaan halkan guriga kale hay waxaan madbax dabiid waxaan kale hay baqaxida kale iyo waxaan warbaahinta kale waas kumid inta ay leegana waxaan balan yar kamaysha la keenay ninka oo yar ba ma wadi weyn ba leeguu waxaan leenahay dalkani hortaabuu jiray saaxib taliyaal hore soo xukumay hay'adani waa hay'ad wax weyn loogu talagalay inay adawga dalka ay la dagaalanto laakiin loogu ma talagalin inay namada warbaahinta iyo dhalinyarada iyo shacabka dalkan maal gashaday inay qaarna ay fadhiixadeeso been ka sheegto loogu ma talagalin qaarna ay hantidooda burburiso looma abuurin waxaan ka tacsiyadeynayaa oo leeyahay samra innamada dalkan ku soo tabay oo wallahi hadaan hebel hebel ilaahdo oo hay'adda sirdoonka kamida oo maalinba mid cusub oo dul iyo dusha laga keenayo waxaan leeyahay idinka laftiinu inaad isku noqotaan marka la idin keeno qofaan taariikhda ku jirin ba ma aragtay hay'adda ku jirin marka la idin keeno taa inaad iska hoggaansataan oo iska socotaan ma hayna dad baa tiira dhamaatii dib uga bax oo wax ku tiraadaan kuwa Mareykanka soo dhoofisay ee bakhaarada ilaali jira ku shaqeeya storekeeper bay noomaan ya taksiila noomaan ya marka soo anaga nagu sameeyseen oo dalkan idin ka aaminsan سيدون دوغا مسيا ما نغا حامي من ملك القبرنا امي كده دلك ريرني بابا لو كرا شيكتا با يو خيرا قال بري يور قلويكي كورا قلويكي حق كاي ميدا او دليدا كاي بدل رو جيري كو اسو امي كارغي سيدي حدي امي كبلا بات كو وها ابوري و كو دولغي عين كا ويان اي مغعيدا لا بخاي خونا ما درت يو اوردا ان جيرين اي بنتا وي وحان كو سو غبغبينيا رغي يو تودكن markaan de muuse bixi iyo maxamed kaayni iyo jooga markaan arko marka dulmi u dhaco waxa doonaysa aayada quraanka ayad ba ku soo dhacaysa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun dadka wanaagii farayaan iyaguna ma falayaan aayad kalena wa lima taquluna ma la tafcalun maxamed ibraahim ciqaal ayaa khayriyadu dadka laa jiri aayadu soo qaran jiray wax kamida afala taqilun afala tafakkarun afala tubsirun quraanku ugu soo aroora nik ragii shalay lahaa dulmi baa ka dagaalanaya dad la iska xiriyo dad la laayo Soomaaliland dhexdeeda hadii maanta maxamed iyo rag la mid la xirayo beenbeed waxay sheegayeen waxay doonayeen inay na dhacaan oo hantida naga dhacaan oo hantida hargeysa yibiyaan oo hantida naga sameystaan bay doonayeen laakiin dalmi hagaajinayni run baan idii sheegayaa inta dalka dhacday inta gacanta ku haysay waa ragii dadka faanka ugu joogay habeen iyo maal la wareen xoreen maxamed iyo rag ciyaal ba berleedi war waxba meedan xoreen inaa cuntaan baa u xoreysanaysan buu laaliin wallahi tiiba dam tiiba tab noqotay sidee isku gabagabeynaya waxaan isku difaacaynaa urayno aanayna garabkan isa saarayna xisbiyaan aanayna garabkan isa saarayna warbaahin baan aanayna garabkan isa saarayna tv-yaan aanayna garabkan isa saarayna waxaan idinka anoo idin soo jeedinaya waa inaad bishiiba kulan joogta yeelataan oo aad iskaga update gareysaan meelaha khatartu idin kaga imanayso shakhsiyaadka madaxda ee golaha doonaan baa ku jiraan khatartaydu ku ah taasan ayaan idin soo jeedinaya waxa kelmad ka oranaya garsoorka garsoorku waa meesha kaliya ee dhalinyarada xukuumadda xaj cali ba xukuma haddana
sida uu shaqeeyo maba moodid nin dhalinyaro dunida casriga ah ma aragtay la jan qaadayo mustaqbal maxkamada sare dhaafsan doonayo ma moodisid basada uu shaqeeyo wax xeerka qolada ay jeeshay ma aragtay lagu xukumay wax ku qoran hadii ciitaan maxbuus dambi weyn galay oo 10 sano lagu xukumay ay cadaatay inuu isbedelay oo uu wanaagsanaaday oo uu la hubiyo inuu inuu jaalku toos si deynayo halka uu si deynayo ayaa ma aragtay ku qoran xeerkaasi laakiin inaga demidan dambiba gelin baa la sameeyay qalbkiisa laga baabiyay oo antiisa laga baabiyay maanta arrinka maxkamad baad u furanaysaa annaguna waxaanu ku garab taaganahay in hantidii laga baabiyay farta laga saaro oo la iskaga hadhin maalin walba inta dad hantidooda la burburiyo adduunyada wana waro oo lagu xiray oo lagu waayay dambiga ayaa khasaareyga damage-keega laga qaadaa inaga dabcinay odayaasheenni inaga horreeyay dal wanaagsan bay noo dhiseen dalkeenni inaad difaacna waa ogtiin maanta laas carood baa tagtay muwaadiniin bay ahaayeen hadii maxamed la xiro shalay xarig laga dagaalamay dal la laayay inaad laas carood baa dad lagu laayay shacab oo dalkeenni maanta laba gobol oo dhan baa tagay intii kale la isku haystaa doorashaynu iibin jirnay tiibaa la isku haystaa xorriyad baynu iibin jirnay tiibaa la isku haystaa nolosha bulshadeenu naalkii ugu hooseysay maraysaa war waxaan idinku codsanayaa kamaradiinna ugu hiiliya shacabka waan ogahay waa dulmantiin wararkiinana hadda kadib facebookyadaaba ka qaadataanba marka madaxtooyadiiyo soo dhigaan iyo meelahaasi haba ka qaadin inay iska daayeen haddaan adii soo hor joogtan oona su-aal weydiinin sidaad maalin walba annaga qoladeeda halkan su-aalaha noo weydiisaan haba sii daynina dee warkeeda haddii kale madaxtooyadii aan galno kaa duubno ku hor joogsanna dhaa annaga haddii kale kuma imanayna dhaa sii daynina hay-adda sirdoonkana waxaa laga dhigay wuxuu yihi maaldhowd buu lahaa shacab ma nihin hay-adda sirdoonku hay-ad ahaan bay ay tahay aadan xaaji cali baa wuxuu u sameeyey maad aragtay qaraar dulmiya golihii wakiilada hore wuxuu ka dhigay sifil buu ka dhigay isagaa yidhi darajo waad qaadan kartaan waayee waxaan weydiineynaa darajada ninka iminka maraykan ka yimid ee la siiyey muxuu ku qaatay ilaa darajada waa taqaanaayo hirrsi baa lagu qaataayo dalacaad baa lagu qaataayo dugsi lasoo maro ayaa lagu qaatay muxuu ku qaatay wadaadkan iminka sirdoonka la keenay ayaanu weydiineynaa haddii uu dadka xabisi karayo hadduu nalayn karayo anagu diyaar baan unahay hadduu nalaynaya inaan u dhimano xorriyadda iyo difaaca xuquuqda dadka aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa aad iyo aad baan maad aragtay aan ugaga digayaa nin kastoo gacan kulul ku kaxeeya dalka oo wax aan mandiqa iyo xeerasha dalka ku xusnayn la yimaada hebelo badan ayaa iyagoo is-ilaaway oo aada u kibriyey waqtigu dabadooda waa u ka beriyeyo kursigiina ka tegey halkay ku noolaanayaan waxay ku noolaanayaan soomaalida dhexdeeda waa ogtiino beritoola markuu xilki ka dego inaa adeerka iyo walaalkaa noqonaya isku qabiil noqonaysaa ood maqaaxida la fadhiisanaysaa waa kii ku dulmay haddaynu takoorno waxyaabaha inagumay sameeyeen hadda kadibna waa inaan ka diyaar garowno oon ugu baaqayo inaynu dadka qurbaha ka imanaya aynu iska diidno dalkii dadkani ku tabcay ay xilalka ummadda qabtaan ama waxay doonaanba ha doonaan hadda kadib maad aragtay intaasaan noo ballana aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalkay maxamed cabdina hantidiisii ha loo soo celiyaan leenahay ha loo soo celiyo gacantaa laga soo saaro imika aragtay ninka codoon la dhan maanta lasoo sii daayay maalin walba wuxuu iska noqdayba qof la iska soo qabsado suuqoo la iska xidho waxaas waa maxay been baa la soo ruuxan waargagixiso halku waargixiso ku yahay yuu qarxiyaa yuu laayaa waa ninkaa dadka u samafalaya waa gardaro waxaa layna dhammaanteen layna geliyay xitaa coldoon lagama hadli karin maxamed unbaa laga hadlayay inta badan dadka waxaan ugu baaqayaa inaan ninkaasi anagu intaarugna wanaag buu ka shaqeeyaa hadday dembi ku hayaan beri hore qoorta jari lahaayeenba marka walaalayaal waad mahadsantihiin isku duubnaada anagu garabkiinaa nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh